تحرص وزارة الإسكان على توفير الأجواء المعيشية المناسبة للمواطنين بمختلف مدن البحرين الجديدة، بما يتماشى مع رؤى وتوجهات الحكومة الموقرة. ومن ضمن تلك المبادرات التي تبنتها الوزارة توفير المرافق والخدمات الترفيهية والمساندة التي تلبي تطلعات المواطنين، والتي تتخذها الأسر البحرينية وجميع المقيمين على أرض المملكة اليوم بمناسبة عيد الفطر المبارك وسيلة للتعبير عن مظاهر الفرح والسرور. سووا لهم متنفس على البحر، سووا لهم يعني نجي لهم احنا من الحد، والله من داخل نجي للحد الجديد عشان ايش المتنفس. فهذه نعمة من نعيم الله، الله يجزيهم خير. شكرا بابا حمد، شكرا بابا سلمان، عيدك مبارك. مناسبة المكان ما شاء الله الصراحة وايد جميل، و يعني وايد مستمتعين به، و يعني المدينة والمكان وايد حلو. أحبكم وايد، عيد مبارك. عيد مبارك، أحبكم وايد. والألعاب الترفيهية والبحر حلو وهنون، وعيدكم مبارك. طبعا احنا ما شاء الله هني في البحرين عندنا هالأماكن الحلوة كمتنفس. طبعا احنا في العيد ما نستقر في مكان واحد، نحب يعني نستانس. وأحب أني أشكر الحكومة الموقرة على الأشياء اللي سوتها لنا، وكل عام وانتم بخير. أحب أشكر الحكومة على المكان الحلو، وكل عام وانتم بخير.